نسمع كثيرا عن صلاة التسابيح، فما هي وما عدد ركعاتها ومتى تصلى وما حكمها؟ حديث صلاة التسابيح رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والطبراني، وقد روي من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة كما قاله الحافظ ابن حجر، ومن أمثلها حديث عكرمة ابن عباس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وقد صحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ، وقال بعض الرواة: إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. وذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار أن الترمذي قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسابيح، ولا يصح منها كبير شيء. ورأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسابيح، وذكروا الفضل فيها. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أحاديث صلاة التسابيح وطرقها، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها. وقال النووي: قد نص جماعة من أئمة أصحابنا الشافعية على استحباب صلاة التسابيح. بعد عرض هذه الأقوال والآراء يمكن أن يقال إنه لا مانع من صلاتها، فإنها فضيلة، والأحاديث الضعيفة تقبل في فضائل الأعمال كما قاله كثير من العلماء، وهي من جنس الصلوات وفيها ذكر الله، ولم تشتمل على ما يتعارض مع الأصول الثابتة. أما كيفيتها فهي 4 ركعات، تصلى ركعتين ركعتين، أو تصلى 4 بنية واحدة. يقرأ المصلي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وبعد السورة وقبل الركوع يسبح 15 مرة، وفي الركوع يسبح 10، وفي الاعتدال منه يسبح 10، وفي السجود الأول كذلك، وبين السجدتين كذلك، وفي السجود الثاني كذلك، وعقب السجود الثاني كذلك، فالجملة في الركعة الواحدة 75 تسبيحة، وفي الركعات 400 تسبيحة. وليست هناك صيغة معينة للتسبيح، ومن أمثلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأؤكد أن صلاتها ليست بدعة ضلالة، فهي كصلاة أي تطوع زيدت فيه هذه التسبيحات. وتسبيح الله مأمور به بكرة وأصيلا، والصلاة خير موضوع، وما دام بعض الفقهاء قال بها فلا وجه للإنكار عليها. وفضل هذه الصلاة كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس فيه: يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك 10 خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، تلك 10 خصال أن تصلي 4 ركعات إلى آخره. وينبغي أن نعلم أن الذنوب التي تكفرها صلاة التسابيح هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد لتكفيرها من التوبة النصوح، ويقال مثل ذلك في الصلوات النافلة التي يجازي الله عليها بالمغفرة، والله أعلم.